يقول المترجم أهلا مرحبا بكم. هذا الفيديو تريزا أورتادو هي من طرف القناة. تريزا أورتادو هي عارضة فيزياء كبيرة الحجم أمريكية من أصل لاتيني، نجمة الانستغرام، عاشقة للياقة البدنية وناشطة في وسائل التواصل الاجتماعي. ولدت تريزا أورتادو في 25 سبتمبر 1987 في هوستون تكساس من العام 35 سنة اعتبارا من عام 2022. مهارتها الفلكية هي برج الميزان. سنية الأصل لم تكشف عن مسارها الدراسي، كما كان مشهورين حافظ العارضة على خصوصيتها كثيرا. حياتها المهنية على وسائل التواصل الاجتماعي تنشر صور وفيديوهات قصيرة تقوم بانتشار منتجات الملابس النساء ومنتجات أخرى على صفحاتها الخاصة. انستغرام في مارس 2012 استطاعت ان تصل على ازيد من 153,000 متابع، ايضا 72,800 مشترك على تيك توك ومتابعين اخرين في منصات اخرى ذات سمعة. هي نشيطة في حب الذات وتقبل الجسد، جميلة تتبع صالة الرياضة الانتظام وتحافظ على لياقتها البدنية. درسها في ثروة الحسن اللاتينية في عام 2022 بين 100,000 و 500,000 دولار امريكي. قامت الجميلة 65 سنتيمتر، مقاس صدرها 104 سنتيمتر، مقاس الخصر 89 سنتيمتر، أما مقاس الورقين 124 سنتيمتر. شعرها ولو العيون بنية، الجنسية أمريكية. لذا نرجوكم تابعونا المزيد قادم وشكرا.